أنفاق ضخمة حفرها المسلحون على مدار سنوات سيطرتهم على رفي معرة النعمان وسراقب في محافظة إدلب. تنوعت طرق استخدامها بين مقار للإقامة أو مستودعات للسلاح والذخيرة. الأنفاق التي حفرها المسلحون كان الهدف الرئيسي منها الابتعاد عن استهداف الطائرات الحربية والتحرك بسهولة بعيدا عن مخاطر الضربات الصاروخية والجوية. عثرنا على هذه الأنفاق التي هي عبارة عن عقدة من عدة أنفاق، وعثرنا على هذه الشبكة من الأنفاق والتي هي عبارة عن مدينة مصغرة تحت الأرض بإمكانياتها إلى قامة المجموعات الإرهابية المسلحة بفتح هذه الأنفاق وتجهيزها من أجل المقاومة لأنها غير مكشوفة وغير مرصودة. تحت جرف صخري تمت إقامة أحد أكبر الأنفاق الذي يتم الوصول إليه عبر ممر تسلكه السيارات الكبيرة لتصل إلى فتحات داخل جبل جنوب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي. وأما النفق الثاني الذي تم اكتشافه في ريف معرة النعمان فيضم أكثر من 100 غرفة قيادة وعمليات وسجون، ويتفرع منه عدة طرق تصله بالبلدات المجاورة. الجيش السوري عثر أيضا على العديد من شبكات الأنفاق في بلدات معرة النعمان وخان الصبل وجابوس، أنفاق تتمتع جميعها بتحصينات كبيرة لا تتأثر بالضربات الصاروخية والجوية، إلا أنها سقطت خلال سيطرة الجيش السوري على تلك المناطق.